السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أسأل الله أن يفرج همكم وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة. أحبابي السر العجيب، أحبابي من أراد الخير والرزق والوظيفة والزواج والأولاد فعليه بكثرة الاستغفار. قال الله: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذا رجل، قصة أحبابي، رجل كان يسمع في إذاعة القرآن تفسير هذه الآيات، وسمع أن من أسباب الإنجاب كثرة الاستغفار. قال لزوجته: ما رأيك أن نبدأ بمشروع الاستغفار؟ وبدأوا بالاستغفار، استغفار بالآلاف. يقول: والله ما انتهى الشهر إلا وزوجتي حامل، رزقنا الله بعد بثلاث أولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا ورزقه. أوصيكم أيها الأحبة بكثرة الاستغفار، وسترون العجب العجاب من العزيز الغفار جل وعلا.